بس ما يعرفون ايش شرمه. شرمه هذا شاطئ وساحل بحري تتكاثر فيه جميع انواع السلاحف البحريه، وتعتبر محميه بحريه عالميه. تعتبر محميه بحريه عالميه، لا يحق للمحافظ ولا يحق لرئيس جمهوريه ولا يحق لتحالف ولا يحق لابو اكبر ام ابوه شنب يجيب يغيرها من محميه بحريه الى موقع نفطي، مدري مستودعات نفطيه، ما ادري وش هو. ذا الكلام ما يمشي. اللعب ذا مو علينا. وجايبين لي محمد ولد سالم جبران. ايش سوى سالم جبران؟ تعرفون سالم جبران قبل ما تعرفون ابنه؟ والله ما يلحق غداه، ما يلحق عشاه. كيف بيجيبها؟ يستاجر منطقه كيلوات الامتار. ما هي للبيع يا محمد الحضر، من يا كلب انت وكل الكلاب. شرمة ما هي للبيع، ما هي للبيع لسيدك محمد بن زايد ولا محمد بن ناقص، لا ابوك لا ابو 60 كلب انت وسيدك. ما هي للبيع، محمية وموجودة في منظمة اليونسكو انها محمية بحرية. لا انت ولا ابوك ولا محمد بن زايد ولا ابو اكبر ابو كلب، لا بحسني ولا هادي ولا غير ابوه يقدر يبيعها. عقلوا وصحصحوا، علشان كذا اكثر من كذا باطل، والسكوت اكثر من كذا باطل، اكثر من كذا سكوت باطل. محميه بحريه، محميه يا بهايم، محميه. يجي يقول لك ما نسوي فيها خزانات نفط، خلاص خلصت الدنيا، ما عاد فيها الا المحميه هذه، بسوي فيها خزانات نفط. لا البحسني ولا السلطه المحليه في حضرموت تقدر تتصرف في الشيء ذا. الكل 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 يكون عنده علم، الكل يكون عنده علم. ما في احد بيقدر يتحرك، ولا في احد بيقدر. ابو داعس من سنقر ابو داعس من سنقر تحيه معسكر بويش يا حبيب قلبي. من هو سالم جبران؟ سالم جبران جابته الامارات في طياره خضار، وتبغاها بعد ما تحررت مكلة، وبعد ما حررت النخبة حررت مكلة وحررتها من القاعدة وكل شيء، جايبته علشان يكون رئيس والقائد الأعلى للمقاومة الجنوبية. لما فشل ركب الطيارة ورجع. الآن لفوا وبيرجعون للمحمية، محمية بحرية. خذوا لفة وبيرجعون للمحمية بحرية عشان يسوون خزان نفط. خزانات النفط معاد في مكان. حضرموت ساحلها 2000 ومدري كم كيلو متر سواحل، معلقته مكان لذا، معلقته مكان للمحمية. رسالتي من هنا للبحسني وللسلطة المحلية في المكلا، للسلطة المحلية في الساحل، للسلطة المحلية في حضرموت كافة. شرمة أقسم بالله العظيم ما تأخذونها. إيش مع أبوه محمد سالم جبران؟ إيش مع أبوه؟ ايش مع ابوه؟ والله غدا ما يلحق عشاه. يعني تكتبون معه توقيع، تكتبون معه توقيع في منطقه سياحيه، في منطقه مسجله في اليونسكو محميه. اهبل انت يا البحسني ولا ايش؟ رسالتي للبحسني، انت اهبل ولا ايش؟ ولا خلاص محافظ وكل شيء القلم بيدك وخلاص سوي اللي تبغى. لا لا، ما تسوي اللي تبغى على مزاجك، وحضرموت ما هي على مزاجك ولا مزاج أبوك ولا جدك، ولا على مزاج هادي ولا أبوه ولا جده، ولا على مزاج التحالف. حضرموت أرض وأمة عربية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عرب من أصل العرب ومن أكحاح العرب.
تاريخ. أما جون سووا لي مشاريع وسووا لي خرابيط، تسوونها باسم حضرموت وتسوونها باسم ناس من حضرموت. محمد سالم جبران، من هو سالم جبران عشان جيبوا لي محمد؟ مالك يا بحسني أهبل أنت، عبيط أنت، ولا الخمسين المستشار هذول والخمسين المسؤول اللي معاك والعالم اللي معاك خلاص ما عاد تحسب لأحد ولا عاد تفند في أحد. والله لا نقتلعك يا بحسني، أقسم بالله العظيم إحنا موافقينك، ونقول ربان حضرموت، ونقول القائد الأول، ونقول هذا هو الشخص المناسب، لكن والله بنقتلعك، قسما بالله بنقتلعك زي الجرثومة بنقتلعك. تبيع عرضنا علشان مصالحك ومصالح غيرك؟ لا والله بعيد 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 على شواربك. مالكم على انفسكم يا حضارم. سالم جبران جاي في طيارة خضار، جايبه هيثم علشان يغزه، علشان يحطه، علشان يركزه، علشان يوقفه مقاومة جنوبية. اي مقاومة جنوبية؟ وين المقاومة الجنوبية دي ايام ما كانت القاعدة مسيطرة على حضرموت؟ ما فيه ابدا، ما فيه ابدا، ما فيه. بعد ما تحررت والدنيا عوافي جاءوا يسوون لك مقاومة جنوبية، ولما رفضهم الشعب ركب طائرة الخضار سالم جبران وروح. الحين يظهر ولده سالم جبران، انت جالس هناك، جالس في الامارات، يلا انك تلقى عشاك. تعرف يلا انك تلقى عشاك. اما جون توقعون اتفاقية استثمار في منطقة. يا اخي انتم هبلان، استثمار في محمية بحرية، محمية يا بهايم، يا بحسني يا بدوي، محمية. أحلى ضيف الليلة جاني منير المشي. ألف مليار مليار تريليون تحية لك يا شيخ، أخوي وحبيبي وصديقي وعلى راسي. والله يتشرف انك موجود الليله، والله يتشرف بالله. تكفى بعد ما يخلص البث على اللي خاص، لاني دورت لك في تعبت في دورت لك لين لقيتك. ابغى اي ابو كلب يطلع من السلطه المحليه في محافظه حضرموت، وهذا انا بفتح البث. تعالوا البث مفتوح، تعالوا سلطة محلية في محافظة حضرموت، أي أبو كلب فيكم يجي، أي أبو كلب فيكم يجي يطلع لي هنا يفهمني. محمية بحرية بترجعونها مخازن بترول؟ هبلان أنتم؟ أنتم ما تسعوا على أنفسكم ولا كيف؟ ولا أنتم ناس خلاص الفلوس والدراهم أعمت وجيهكم وأعمت قلوبكم؟ أي أحد من السلطة المحلية أبغاه يجي يطلع لي هنا، أي أحد من السلطة المحلية في محافظة حضرموت يطلع لي هنا. والله لو بيطلع لي بحسني كله يطلع لي هنا، ما عندي أي مشكلة، يأخذ ويعطي بأي حق. لا يجوز، ولا من حق أي أبو كان من كان، لا هيئة الاستثمار ولا إدارة العقارات ولا السلطة المحلية ولا الرئيس هادي أنه يبيع محمية لواحد تافه ابن 66 تافه. سالم جبران أبو محمد جبران ده اللي أنتم وقعتوا له يا بحسني، كان يمنع بناية منارة في بيت الله، جايبه اليوم مستثمر هبلان. إحنا غشمان، إحنا عميان، إحنا رسالتي دي للسلطة المحلية ولكل من يهمه الأمر في حضرموت، شرمة، وخاصة أبناء الساحل المناطق الساحلية، شرمة الكل يعرفها،
والكل عارف انها منطقة سياحية ومنطقة محرمة. تعرفون محرمة؟ محرمة ليش؟ لأنها محمية طبيعية، محمية طبيعية. إذا كان الصعامر وأكبر وأكبر كبير في الصعامر ما يفهم، إحنا نفهمه. إحنا ما نبغى نطلع ونقول الكلام ده، لكن أزيتونا نطلع ونقول الكلام ده. أنا وقفت الفيسبوك والتواصل الاجتماعي وتويتر والخرابيط دي، لكن في حاجات تلزمني إني لازم أطلع وأتكلم فيها. ليش؟ لأن إخواني الحضارة من بقية الأخوان الحضارة من الأحرار ساكتين، ما في حد يتكلم، بس أنا بتكلم، والله بتكلم، ولا همني حتى رقبتي دي، والله ما همني. استحوا على أنفسكم، استحوا على أنفسكم. إيش الخرابيط هذه اللي أنتوا فيها؟ محمية بحرية تقوم تسوي فيها خزانات بترول؟ إيش الصعمرة هذه اللي أنتوا فيها؟ إيش الكلام الفاضي اللي أنتوا فيه؟ ما بننتظر ولا بن ولا بن ولا بن ولا بنوقف. اليوم تكلمنا في بث مباشر، بكرة بنتكلم في الأرض، على الأرض، على الواقع. البحسني ما هو خلاص، البحسني محافظ خلاص، بيتصرف على كيفه، على شور، على شور مستشاري، ولا على شور سيده اللي يعلمه؟ لا، محافظ على عيني وراسي، واحترامك وتقديرك يا بحسني على عيني وراسي. أما توصل بك إنك توقع اتفاقية مع محمد سالم جبران، تخسى أنت ومحمد سالم جبران، وتخسى أنت وسالم جبران نفسه، وتخسى أنت واللي خلاك توقع الكلام ده. يا أخي أنا مستغرب، أنتم تفهموا كيف بالمقلوب؟ محمية، محمية اسمها محمية، محسوبة في منظمة اليونسكو، هذه منطقة محمية، محمية بحرية للحيوانات البحرية، يا حيوانات بشرية. ايش نسوي لكم؟ احترمناكم، قدرناكم، عزيناكم، رفعناكم فوق، انكم انتم تبغون الا تحت، تبغون واطين، والله بمسح بكرامة ابوكم الارض. سلطة محلية في حضرموت كامل، وادي وساحل كامل، والله بمسح بكرامة أبوكم الأرض، ومن له شيء عندي يتقدم عليه بالنظام والقانون. إيش العبث هذا اللي أنتوا فيه؟ محمية، محمية، محمية بحرية تقوم تكتب فيها اتفاقية مع محمد سالم جبران. من هو محمد سالم جبران؟ ومن هو سالم جبران أبوه؟ أترك محمد، من هو أبوه؟ أبوه منع إقامة منارة مسجد، رفعها وتوسيع مساجد أيام الحزب الاشتراكي في حضرموت. اليوم جايبه مستثمر، اللي جاي في 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 في, 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 في طائرة خضار، جايب ولده مستثمر. مالك يا البحسني؟ مستشارين البحسني يا أوساخ يا أندال. رسالتي لكل مستشارين البحسني اللي يستشارون واللي يشاورهم، انتم اندال واوسخ ما خلق ربي على وجه الدنيا، واردل ما خلق ربي على وجه الدنيا، لانكم ما تحسبون الا مصالحكم ومصالح سيدكم بس، هذا اللي انتم تحسبون له، غير كده ما تحسبون لشيء. غير كذا ما تحسبوا لشيء، ولا انتم حاسبين لشيء، ولا انتم عارفين شيء. يا اخي محمية طبيعية، هذه محمية طبيعية، الله 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 سبحانه وتعالى خلى المكان هذا يكون محمية طبيعية للسلاحف والجميع انواع الحيوانات تكون فيه البحرية. جايبها تعطيه محمد جبران. ومن هو محمد جبران؟ قدامه محمد جبران اسم علشان انه حضرمي يوقع العقود، بس عقود الاستثمار، واللي خلفه ابو عقال وغطرة بيضة. من خير ويجيك كلب ابن 66 كلب زي البنجري هذا مع ابو محمد الحضرمي،
اسمك ابو محمد الحرمي وانت يافعي بنشري الكلب دخيل قبل امس تسب وتلعن على مشايخ حضرموت في بيانهم واليوم هذا انت توافق بيع شرمه يا كلب. ما لن نسكت ولن نهدأ، والله لو احتبست انا في غيري بيتكلم، والله لو مت انا في غيري بيتكلم. الحق حق والواقع واقع، احنا ما نبغى من احد شيء ولا احنا منتظرين من احد شيء. هذه ارض الله سبحانه وتعالى قال هذه الارض محميه، السلاحف تنزل من البحر علشان تبيض وتتكاثر، تجي انت علشان سالم جبران، وعلى سالم جبران جالس، سالم جبران نفسه جالس في الامارات علشان سالم جبران يا بحسني توقع له اتفاقيه مع ابنه؟ نلف وندور على بعض ولا كيف؟ بدينا في اللف والدوران بنفتح الملفات وكل من ياخذ حقه. مالكم مالكم صرتوا زي كلاب الصيد سملق، كل ابوكم صرتوا سملق، كل يجري خلف لقمته، ما همه في البشر، ما همه في الأمة، ما همه في الأرض، ما همه في الكرامة، ما همه في السيادة. أجل همكم في إيش؟ جيوبكم، عبوا جيوبكم والله يستر عليكم، روحوا لكم، قد عبوا قبلكم ألوف الألوف ومئات الألوف وراحوا. هذا هم طردين ما بين النمسا والدنمارك وكل محل. فينهم؟ أبغى واحد يطلع لي بالله عليكم، أحد يسوي إشارة لمحمد باشنيني. هذا محمد باشنيني في واحد صحفي تابع للمحافظة، محمد باشنيني بالله العظيم بالله عليكم، أنا ما هو عندي هنا ولا أقدر أطلعه من هنا، دوروا لي محمد باشنيني يجي يطلع معي. جالس لي تمجد وترفع في البحسني. من هو البحسني؟ البحسني مجرد فرد في حضرموت، مجرد موظف دولة، بيبيع الأرض والله يخسر البحسني وغيره، ما يبيع الأرض لأنه لو باع الأرض باع كرامتنا. لا تجلسون تبزوطون، تجلسون تلفون وتدورون علينا، تلفون وتدورون علينا في إيش؟ إحنا محنا هبلان ولا إحنا غشمان ولا إحنا عميان. إحنا نشوف الحرف ألف نعرف إن هذا ألف، حرف باء نعرف إن هذا باء. أنتم اللي طلعوا النظارة السوداء من على عيونكم عشان تشوفون الواقع. أي خزانات وأي كلام فاضي. خزانات بترول، خزانات بترول في محمية طبيعية يا بحسني، عقل يا بوي، عقل يا بحسني يا بوي، عقل عقل. أنتم مستشارينك الزبالة هذول اللي أنت حاطهم عندك 55 مستشار كل بوهم والله العظيم ما لو خسيتهم ما يجيبون رجال حضرمي أصيل قح. أي مستشارين هذا وأي خرابيط اللي تتكلمون فيه؟ ما لكم؟ والله عيب 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 عيب، حتى أنا أطلع عيب، أنا حتى أطلع لما أتكلم في المواضيع دي يا بحسني عيب. ورسالتي دي موجهة لك وللسلطة المحلية والهيئة الاستثمار ومكتب الاستثمار في حضرموت. شرمة محمية طبيعية، اللي ما يعرف شرمة، شرمة هذه منطقة ساحلية ومحمية طبيعية تتكاثر فيها جميع أنواع السلاحف من كل الدنيا، تتكاثر فيها. جايبة تحط لي فيها خزان بترول؟ يا أخي احفظ خزان البترول اللي عندك في الضبة، قم عليه وكثر الله خيرك. بالله عليكم اوصلوا رسالتي هذه، انا عارف رسالتي دي بتوصل لبحسني، بتوصله هو موجود، ما عارف، انا عارف فين موجود بحسني، رسالتي دي بتوصلك انا عارف وفاهم ومتاكد من الكلام ده. اقول لك عقل، ومستشارينك هذول ما يودونك في 60 داهية ويضيعون ثمرتك وثمرة حياتك في حياتك العسكرية كلها كاملة.
أرض محمية محمية، عندك ساحل عرضه وطوله أكثر من 2600 كيلو، ما لقيت إلا محمية شرمة؟ ما لقيت محمد جبران ده المستثمر ما لقى إلا المكان ده؟ ولا ده المكان حاطينه بعد جزيرة سقطرة؟ خلاص جزيرة سقطرة مع المزروعي المكان ده محمد جاب جبران صح؟ تخسى أنت والمزروعي ومحمد جبران، وتخسى أنت وكفيلكم وكل من يمشي معاكم.